مولاتي، ما في بإيدك دليل يثبت هالشي، ولساتك مصرة على الموضوع؟ مصرة هيام، لأنه أنا وأنت منعرف شو صار. هيك لكان، وشو يلي صار يا ترى؟ أنت خنتي للسلطان سليمان، لعبتي من ورا. أنا ما خنته. كذب. ما كنتي تلتقي مع هداك الرسام؟ ما كان يكتب لك رسائل غرام؟ جاوبيني، حكي مزبوط ولا لا؟ مولاتي، شو بدك مني بالضبط؟ انتي لوين بدك توصلي؟ بدك ياني اعترف بشي انا مو عاملته بس لاني كتبت كتابي؟ هالزواج ما رح يطول هيام، لانه سليمان بكرة رح يعرف كل شي. ما في داعي نشغل بال السلطان بمواضيع كلها كذب. لا مو كذب، الرسام مو انتي يلي طعميتي السم بايدك مشان يموت يا هيام؟ اوعى تكذبي علي. مولاتي، انا شو صار لك؟ احكي. عشي اكليه مو قتلتي بايديكي؟ مو مزبوط هالحكي بنوب مولاتي. مين اللي قال لك هالشي؟ كيف مو مزبوط؟ انت اللي قلتي هالحكي. سامحيني بس انا عن جد مو فهماني عن شو عم تحكي بنوب. انا قلت لك؟ لا تكوني مخربطه مولاتي. هيام، ما بسمح لأي حدا يفرق بيني وبين السلطان. نسيتي إنه أنا أمه لأحفادك ومرته للسلطان بشكل رسمي؟ كيف مولاتي بتتهميني بالخيانة؟ ولا بس بدك تنتقمي مني؟ معقول كرهك إلي وصل لهالدرجة؟ سلطانة، كانت بدها توقعني. كيف عرفتي هالشي؟ سليمان كان واقف جوا، أنا شفته درة، كنت رح أتورط. أنا حاولت نبهك، عطيتك إشارة بس ما فهمتي علي. ضروري كنت تخبريني إنه جوا، لأني لو ما انتبهت إنه هنيك كان رح يكون هلأ راسي مو بمحله. خير؟ شبه سلطانة خديجة؟ جاي لعندها بكل وقاحة؟ شو صار له؟ مبارح شافت كابوس ومن وقتها ما عم تحكي أبدا وما عم تتحرك. في مجال إنكم تتركونا لحالنا؟ انتي من وين بتجيبي هالجرأة كلها؟ قلتلكم تركونا لحالنا. انتي مين مفكرة حالك لحتى تقلي لنا اطلعوا؟ سلطانة بكفي بقى، خلينا نطلع. معقول ألفت نتركها معه ونطلع؟ سلطانة طلعي فيه، دوري وشك. سلطانة، خديجة الله يخليكي كوني قوية واصبري شوي. معك حق، الشغلة مو سهلة. أنا أكتر وحدة حاسة فيكي، تعرفي شو السبب؟ لأنه بعرف شو معنى الموت. فقدت كل الناس يلي بحبهم، أمي وأبي وأخي. لو تعرفي شو صار فيني يا خديجة،
حياتي صار ما إلها أي طعمة. كرهت كل الناس وكل يلي كانوا حواليي. قلت مستحيل إنه يضحك وشي لو حتى شو ما صار، والحزن رح يضله مرافقني. كرهت حالي وحبيت موت، بس الأمور ما مشيت هيك أبداً. عشقته للسلطان، وبعدين صار عندي ولد منه، وأول مرة حملته بحضني نسيت كل شي صار وبلشت حياة جديدة. ومن وقتها صرت أقول لحالي لو شو ما صار بدي أعيش مشان أولادي، بس أولادي خلوني أتمسك بالحياة أكتر. الحب اللي حبيتهم إياه أعطاني قوة مشان أعيش مرة تانية. وأنتي فيكي تعملي هيك خديجة. ابنك هلأ بحاجة إلك، بده يحس بحبك إله. المسي خديجة، يلا المسي، اسمعي وحسي فيه. في جواتك روح عم تتحرك، هي الروح هلأ هي مسؤوليتك يا خديجة. ابنك ماله حدا غيرك بنوب؟ معقول تتركيه لحاله بهالحياة؟ معقول تتخلي عنه وانتي من وقت طويل عم تستنيه؟ أنا كنت أحلم إنه نكون مع بعض. إبراهيم وأنا ومعنا ابننا. بس شو صار؟ إبراهيم لساته عايش وما حيموت، ما رح يترك الناس اللي بيحبهم. لازم توقفي جنبه، روحي لعنده ومسكي له إيده وضلي معه بدل ما أنت قاعدة هون. روحك وروح ابنك الصغير، أنا متأكدة إنهم رح يساعدوه لإبراهيم مشان يرجع يطيب. مو معقول يا خديجة تضلك هيك قاعدة عم تبكي وياه معها حق. بدي روح لعنده. وضعك ما بيسمح خديجة، الطريق حيكون صعب عليكي. بدي كون واقفة جنب جوزي. بدنا نروح يا خديجة، وأنا حابب شوفه، بس لازم تنامي بالأول وترتاحي مشان بكرة الصبح نطلع بكير ونروح لعنده سوا. كتير مبسوط لاهتمامك بخديجة وبكلامك هاد قويتيها كتير. وجودك عم يعطيني قوة ودعم كبير لإلي ولعائلتي ولولادي كمان يا هويام. وبوجودك جنبي قلبي على طول مطمن. بس تكون مبسوط، بحس الدنيا كلها عم تضحك بوشي. Thank you.
أنا كتير مزعوج. إن شاء الله إبراهيم بيطيب وبيرجع لنا بأقرب وقت، لأنه لا سمح الله يلي حاول يقتله للباشا لسه لهلأ ما انكمش؟ ليش مو على بعضك؟ قلي لي شوفي. ما بتتصور قديش الناس عم تحكي من وقت ما تجوزنا. لا ومو بس بالحرم لك، حتى التجار يلي بالسوق والناس مو مبسوطين وما عندهم شغلة غير انهم يحكوا عني. شو عم بيقولوا الناس؟ قال انا مساويت لك عمل، يعني انا ساحرتك. ليش عم تضحك؟ عن جد هيك؟ هنن قالوا لي. ما عم افهم ليش ما عم يحبوني مع اني ما سويت لهم شيء. اذا ما بيحبوكي شو المشكله؟ المهم انه انا بحبك. ما عاد تفكري بهدول الناس لانه ما بيهموكي. المهم انه الساحره مبسوطه وحبي لك عم بيزيد. سلطانة، ممنوع انك تعدي هون. تفضلي معي. بترجاكي تمشي من دون اي مشاكل. مين بتكون هاي؟ السلطانة هويا. مو معقول. شو حلوة هاي بكي. صحتين وعافية. مين انتي؟ آي بيكي. حضرتها بتكون أميرة من الكيرم. والله جد؟ ايه أهلا وسهلا. أنا السلطانة هيام. صراحة كتير حكولي عنك. غالباً اللي بنحكى عني كلام مو منيح. مزبوط. عم بيقولوا عنك قوية كتير. بس يكونوا هالحياة يا جنبك، مو لازم تكوني قوية. انبسطت بمعرفتك. وأنا كمان. ما عم تفهم يعني؟ عم قلك ما في وقت، بدي اياه بكره. بس التاج اللي انت طلبتيه بده شغل كتير يا سلطانة، اعطيني كم يوم لو سمحتي. بدي اياك تخلصه بكره. وما عاد بدي اسمع ولا كلمة، عم تفهم؟ والا انت بتعرف شو ممكن يصير لك اذا ما خلصته. تاجك وصل يا سلطانة. أعطيني إياه.
مثل ما بدي اياه تماما. كيف بتتجرأي توقفي معنا؟ نقلعي لهنيك. بحسب القواعد يلي بالحرم ليك، أنا محلي هون، بعدين أنت بالذات ما تتدخلي. سلطانة، هاد بخالف القواعد، وخاصة أنا لابسة هالتاج. نهي الدوران. خلصنا. الجو اليوم كتير حلو. ليش ما بنطلع لبرا؟ ليش لا؟ إذا بدك منتمشى أنا وياكي. موافقة، بس نخلص. إيمي هالتاج عن راسك يا هيام، وأوعى تلبسيه مرة تانية. جاية لابستي وعم تتمختري ومهامك حدا بنوب؟ تعديتي حدودك. شو قلة هالأدب هاي؟ بس سلطانة، أصحك تكوني مفكرة إنه عقد زواجك رح يغير شي بالنسبة إلنا يا هيام. رح تضل مكانتك وقيمتك عنا مثل ما كانت بالأول. أكيد ما رح تتغير. سلطانة، إذا كان في عدالة بهالحرم لك فلازم تشملني، وأنا رضيانة فيها شو ما كانت. بس حضرتك اللي مو عادلة بنوب، لأنه من أول ما أجيت ما هنيتيني. بتتمسخري علي وبتهينيني وبتبهدليني، بس أنا هلأ رغم كل شي ساويتي معي مستعدة مدلك إيدي مرة تانية. بتمنى تكوني أمي. الله يحفظهم ويحميلكم ياهن ويربوا بعزكم يا باشا. ألف مبروك وعقبال ما تفرحوا فيهم يا رب. آمين. تسلمي. انتي شو هاي القدرة اللي عندك؟ مو معقول قديش بتقدري تبيني انك واحدة منيحة. بس هلأ خلص انكشفتي، خاصة بعد ما وصلتي للي بدك. سلطانة، هدي حالك شوي. لسه بتطلبوا مني اني اهدى يا ابراهيم؟ ولا ما حدا قادر يحط لها حد لهالمرة؟ حتى انت صاير عم تدافع عنا؟ مو بعيدة تكون سحرتكم هالحية. ناهي الدوران، يا ريت تنتبهي لكلامك. إذا ما انتبهت شو رح تساوي؟ سلطانة، رح يصير شي ما رح تحبيه. مثل شو مثلاً؟ بدك تروحي تقولي لجلالة السلطان؟ شو عم تستني؟
روحي يلا. سلطانة هلأ مو وقتها. انتوا على طول كنتوا تقولوا لي انه في اصول وقواعد بالحرم لك المفروض الكل يحترمها، ويلي عم شوفه هلا انه في ناس اصلا عم تتجاوز هاي القواعد. انا ما سمعت شيء، ليش شو اللي صاير؟ سلطانة ناهى الدوران هي اللي ساوت كل هالمشكلة، ومولاي زعل منها كتير. وشو سبب المشكلة؟ السلطانة كان بدها تفوت لعنده ومولاي رفض يستقبلها، قامت السلطانة خانقت الحارس ومولاي كتير عصب منها وعم يقولوا يمكن بده ينفيها من القصر. خسارتها. لتكوني مقهورة عليها سلطانة، هي بتستاهل هالشي. أول وآخر مرة بسمح لكم تحكوا هيك عنا، والخلافات يلي صارت هي بيني وبينها، أنتوا ما دخلكم بهالشي. عفوا سلطانة. آي بيكي؟ سلطانة؟ ليش واقفة عادي؟ شو رأيك بالشي اللي صار؟ رأيي غريب يلي عم بيصير هون، بس فعلاً كتير مشوق. تعرفي والله زعلت. معقول زعلتي؟ ايه والله مزعوجة لأنه ما بقى فيني عذبها. يلا كله نصيب. يا الله، اي والله متت من التعب. انه وئام لوين بيروح وبيترك علي كل الشغل بالحرم لك؟ سمبول شوفي سلطانة. خبرنا شو في اخبار جديدة بخصوص روحة ناهي الدوران من هون؟ بخصوص روحة السلطانة ناهي الدوران، جلالة السلطان عفى عنا، يعني ما عاد بده اياها تروح على قدرنا. طيب كيف؟ سلطانة طبعاً هذا الموضوع أنا ما حكيت لك إياه، بس عم يقولوا إنه إبراهيم باشا تدخل بالقصة ليحلها. ليش بدك تروح مصطفى؟ لأوامر هيك يا محمد، بجوز ما طويل، ما بدي اياك تزعل. يعني امتى بدك ترجع لهون؟ ما بعرف يا مريم. انا كمان حابب اني روح معه. ممنوع، انت هون مكانك. مصطفى ابراهيم باشا عم يستناك ليودعك. أنا كتير رح أشتاق لكم. محمد، مريم، يلا فوتوا لجوا. شو ناهي الدوران جاي تودعيني؟ أكيد مو جاي لودعي. طول عمرك هيك، انتي مو شاطرة إلا بالغيظ. بكرة بتشوفي يا هيام كيف غرورك بده يقضي عليكي. معقول اهزمك بهالسهولة؟ بصراحة كنت مفكرتك أقوى ورح تقاومي. طولي بالك شوي، بكرة رح أرجع لهون قوية كتير، لأنه ابني ولي العهد ورح يرجع يقعد على كرسي السلطان.
لبستي. مولاتي سلطانة السلطانات. وئام، وينك أنت؟ شو قصتك مختفي؟ قالوا لي طلعت من الصبح. كنت مشغول شوية مولاتي، بس جايب لك أخبار مهمة. شو هي؟ احكي. أنا قدرت أعرف لك مين هو اللي حاول يقتل الباشا يوم الحفلة. عن جد وئام؟ مع أنه تعبني، أنا صار لي فترة عم دور عليه، بس أخيراً لقيته لهالخاين الغدار. قول مين هو وخلصني. بسام باشا. مين بيكون؟ هو باشا مهم بالدولة، كان بالماضي شيخ البكاوات بالأناضول، بس من فترة إبراهيم باشا قاموا من منصبه، ومشان ما حدا يشك فيه إجا يهنيه بطهور الأمراء، وهو كتير مقهور على وضعه، ومشان هيك حاول يقتل إبراهيم باشا. أنت متأكد؟ 100%. طيب من وين لك هالمعلومات؟ عندي مصادري وبقدر أعرف كل شيء هالسلطانة. موثوقة هالمصادر؟ بإذن الله. سلطانة؟ باشا؟ خير إن شاء الله. صار شي مشكلة؟ وصلني خبر مهم بيتعلق بحضرتك. هالفترة قصص كتير عم يحكوها عني الناس، أي واحدة سمعتيها؟ أنا عرفت مين هو الشخص يلي حاول يقتلك. عرفتي مين هو؟ معقولة؟ منيح. يا ريت تاني مرة تعرف مين هنن أعدائك قبل ما تفكر تتهمني بكل شي. طيب قلي لي مين بيكون. بسام باشا. كيف عرفتي إنه هو؟ بصراحة هو معترف بعظمة لسانه. وأنا كيف بدي صدقك؟ باشا، أنا مصادري موثوقة. خلينا نفترض إنه يلي عم تقوليه مزبوط. أنت شو بتخسري إذا قلتيلي مين هو يا سلطانة ويان؟ روح تأكد بنفسك، ولازم تعرف إنه مو بس أنا عدوتك، في غيري، لأنه في كتير ولاد حرام حابين إنه يبعدوني عن مولاي السلطان. ويام حاجة تفكري، ما له لزوم. أنا يا مولاي عم لوم حالي، عم بقول أنا ليش واجهتها للسلطانة الأم ووقفت بوشها، مع أنه كان فيني أتحمل يلي صار. مانك مضطرة تتحملي شي، وصدقيني بالنهاية رح يحترموكي، وخاصة بعد ما جمعتن وحكيت معن وهددتن. سلطانة درة خانم، كيفك؟ منيحة؟ شكراً. وإنتي؟ كتير مبسوطة اليوم. أنا عاوزتك بموضوع. موضوع شو؟ السلطانة الأم قالت لي خبرك إنه عزمتك على العشاء اليوم. حعزمتني إلي على العشاء؟ خير إن شاء الله. شو المناسبة؟ ومن أينت هالمحبة؟ لا تكون ناصبت لي فخ. سلطانة اللي قالت لي وصلته. وأنا مضطرة أروح طبعاً.
مولاتي. اهلا هيام. مو متعودة انك تعزميني على العشاء، فيني اعرف شو سبب هالدعوة؟ هلا بقلك. بالاول خلينا نقعد. يلا كلي صحنك لأنه مو طيب الشوربة باردة. بعرف هي أكلتك المفضلة. كلي ولا تخافي، مو حاطة فيها سم. أعوذ بالله، بس أنا تعبانة شوي لأنه معدتي كتير عم تجعني. الشوربة بتفيدك، بتطري لك معدتك. كيفهم الأولاد مناح؟ زعلانين كتير على سفر أخوهن مصطفى، بتعرفي كتير بيحبوا بعض. لازم يحبوا بعضهن، ما هن أساساً أخوة. سلطانة، ما حتقوليلي شو بدك مني؟ هالدعوة شو مناسبتها؟ قلتيلي إنه ماني عادلة وما بعاملك مثل ما بعامل الباقي، مزبوط هالحكي؟ وإنه أنتي مانك رضياني، لهيك حبيت إنه غير معاملتي معك. منيح، شكراً، وأنا ما بدي غير كون مثلهم. العداوة اللي بيناتنا طولت وأنا ما بقى حابة نتخانق من اليوم ورايح، مشان هيك أنا وياكي رح نسامح بعض.